قلت لكم يا المغاربة ستنتصرون ستعبرون ستمرون ستغيرون الرسالة على أنكم أقوى فرق الجنوبية خلاص وغادي للمونديال مع العمود نزيدو قطار في الباسبور نهزو الإعلام طالو ندور دمي مغربي عقلي أخور دمي مغربي عقلي أخور اوروري كولر عرضو تشوني كيف دارو رجال من زمان مغربي حار وكتعرفوني غنشجعوكم من كل مكان عليو الراية وفرحوني بلادي رانا نمبر وان وسود الاطلس حيو الامجد من طنجة القويرة معكم كاع البلاد كتبوا التاريخ وهي الاولاد الخضراء والحمراء الى الابد الخضراء والحمراء الى الابد لا 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 وغادي للمونديال مع العمود نزيدو قطار في الباسبور نهزو الاعلامات بالوني دور دمي مغربي عقلي افور دمي لا 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 وغادي للمونديال مع العمود نزيدو قطار في الباسبور نهزو الاعلامات بالوني دور دمي مغربي عقلي افور دمي مغربي عقلي افور اوروري كولر عرضو تشوني كيف دارو رجال من زمان مغربي حار وكتعرفوني غنشجعوكم من كل مكان عليو الراية وفرحوني بلادي رانا نمبر وان وسود الاطلس حيو الامجد من طنجة القويرة معكم كاع البلاد كتبوا التاريخ وهي الاولاد الخضراء والحمراء الى الابد الخضراء والحمراء الى الابد لا 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 وغادي للمونديال مع العمود نزيدو قطار في الباسبور نهزو الاعلامات بالوني دور دمي مغربي عقلي افور دمي مغربي عقلي افور اوروري كولر عرضو تشوني كيف دارو رجال من زمان مغربي حار وكتعرفوني غنشجعوكم من كل مكان عليو الراية وفرحوني بلادي رانا نمبر وان وسود الاطلس حيو الامجد من طنجة القويرة معكم كاع البلاد كتبوا التاريخ وهي الاولاد الخضراء والحمراء الى الابد الخضراء والحمراء الى الابد لا 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 وغادي للمونديال مع العمود نزيدو قطار في الباسبور نهزو الاعلام الحمد لله المغرب اليوم شافونا ورفعونا راسنا لي جيرج واليوم المغرب وفي فرانشيرين وفي المغرب خوا خوا جينا حنا كجزائريين نشجعوا اخواننا المغاربه ونتمنوا التوفيق لكل الفرق العربيه ان شاء الله وبالتوفيق للجميع وتدري فيفا مغرب ولاجيري احنا الجزائريين جينا نشجعوا خوتنا المغاربه الحمد لله اليوم فرحوا المغرب هي اقوى فريق بصراحه يا خويا بصراحه اقوى فريق تشكيله مثاليه لاعبين لا احنا بالاخص المغرب باسكو جوالينا وخاوتنا والشعب يحب الله تسمى لذلك عندنا باصين على المغرب جينا نشجعوا المنتخب المغربي